أسعد الله مساءكم بكل خير إليكم نشرة السابعة من الفضائية الجادية. شارك مؤخرا وزير الصحة العام عزيز محمد صالح في أعمال الاجتماع الدولي حول الصحة الذي نظم في العاصمة السويسرية جنيف، وكان ذلك بحضور سفير البلاد لدى سويسرا. نستمع إلى جزء من بيان الوزير بترجمة الحسين النور يوسف. في الفترة من 21 من مايو الجاري وحتى 26 منه، شارك وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح في الدورة 71 للاجتماع الدولي حول الصحة الذي استضافته العاصمة السويسرية جنيف. وإن الوفد التشادي المشارك في هذا الاجتماع الدولي يضم 4 أعضاء، يتقدمهم وزير الصحة العامة برفقة سفير البلاد لدى سويسرا. كما شارك في هذا الاجتماع الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي بول كاغامي، وان جميع المداخلات التي شهدها الاجتماع من قبل ممثلي الدول المشاركة خلال حفل الافتتاح تدور حول الاسراع في تطبيق جميع المعاهدات المتعلقة في المجال الصحة العالمية بين دول الاعضاء والحد من الوفيات، خاصة سكان الدول التي تعاني من مشاكل تنموية. وصلنا للتو خبر رئاسي، حيث استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هذا المساء بالقصر الرئاسي وفد عسكري سوداني رفيع المستوى بقيادة الفريق الأول ركن الدكتور كمال عبد الله المعروف الماهي، والذي حمل معه رسالة شفهية لفخامة رئيس الجمهورية من نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير. تقرير زينب سليمان جبرين. الفريق أول ركن الدكتور كمال عبد المعروف الماهي مبعوث الرئيس السوداني لتشاد على رأس وفد رفيع المستوى برفقة سفير السوداني لدى البلاد لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. العسكري السوداني الذي حمل معه رسالة شفهية إلى فخامة رئيس الجمهورية من نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير، والتي تحمل في طياتها العلاقات بين البلدين وتعزيز الأمن الحدودي. اللقاء الذي حضره الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى ودعايا الحرب والقائد العام للقوات المسلحة التشادية ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية، بحث فيه الجانبان خلال هذا اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين وآليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتمثلة في تأمين الحدود ورفع زيادة دعم القوات المشتركة في كافة المناحي والمجال العسكري على وجه الخصوص. وأشاد مبعوث الرئيس السوداني الفريق أول ركن الدكتور كمال عبد المعروف الماهي بدور الرئيسين في النهوض بالعلاقات بشتى المستويات وخاصة المجالات الأمنية وأمن الحدود المتمثل في القوات المشتركة المتمركزة في الشريط الحدودي بين البلدين. نحن سعدنا كثيرا في هذا اليوم الطيب من أيام شهر رمضان المباركات إنه التقينا بفخامة الرئيس إدريس دبي، ناغلين له تحيات شقيق فخامة الرئيس البشير وتحيات الشعب السوداني لمواقفه الصادقة والأصيلة مع شقائه السودانيين في كل المجالات. ما بين السودان وشاد لا يحتاج إلى كثير يعني تذكير، فهي علاقات أزلية بين الأشقاء، علاقات جوار، علاقات مودة، علاقات تداخل تاريخي، والحمد لله رب العالمين. الآن العلاقات بين بلدينا تشهد تطورا كبيرا في كل المجالات وفي كل المناحي. نحن اليوم في أن جمعنا للتوقيع على بروتوكول للتعاون بين البلدان المحادة لليبيا، دولة شاد ودولة النيجر ودولة السودان بالإضافة إلى الأشقاء الليبيين، والحمد لله رب العالمين. بعد مداولات استمرت ليومين على مستوى الخبراء، واختتفت اليوم بمستوى وزاري وزراء الدفاع ووزراء الخارجية ورؤساء الأركان، كان أهم ما تمخض عنه هذا البروتوكول إنه تعزيز التعاون بين هذه البلدان لحماية الحدود ولمكافحة الإرهاب والحركات المتمردة ومكافحة كل أشكال الإرهاب والهجرة الغير شرعية. وأكد المبعوث السوداني بأن زيارته لتشاد لها أهمية قصوى في تفعيل دور الأمن المشترك ودعم سياسة الزعيمين في البلدين، وتندرج في إطار النهوض بالتعاون العسكري بين البلدين والذي يشمل التدريبات والخدمات الطبية.
احتفل صباح اليوم أعضاء جمعية قوس قزح الشبابية من أجل الاستقرار الاجتماعي في إفريقيا بعيد الأم الذي يحتفل به سنويا في دول العالم، وذلك بحضور عمدة بلدية جمينة مريم جمعة عبيد ممثلة لسيدة البلاد الأولى وجمع من المدعوين. تفاصيل لدى زميل محمود مسلفين. كغيرها من جمعيات المجتمع المدني بالبلاد، احتفلت جمعية قوس قزح الشبابية من أجل الاستقرار الاجتماعي في أفريقيا بعيد الأم الذي يحتفل به سنويا في دول العالم، احتفاء بدور الأمهات في المجتمع وما يقدمنه من أعمال عدة تجاه أسرهن. كلمات عدة تخللت المناسبة، منها كلمة ممثلة وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة نامايو غونجي، خلال حديثها قالت بأن الاحتفال بعيد الأم لهو فرصة لتكريم الأمهات في دورهن الفعال لأجل تربية الأبناء ورعايتهم الكاملة، وكذا الوقوف معهم في العديد من الجوانب. الأم هي يعني لصغيرة ده دائما هي مقاري بفوقها تنطي التربية، وإن شاء الله الصغير كان مقاري في أمه ده يجي تربية بناءة، وما زي ما قال الرئيس ودائما مع الأمهات، المواهات كلها واقفين في ورايا. طبعا الام دي المربيه، الام دي منبع الحنان. بالنسبه لي الام انا ذاتي ام، دوله الام يعني من بنت الدوله ذاتها. وعمده بلديه انجمينا مريم جمعه عبيد مثلت سيده البلاد الاولى هند ديبي اتنو في هذه المناسبه، حيث رحبت في البدء بالمحتفلات مشيره الى مكانه الام ودورها الريادي في المجتمع، وبخاصه التكوين الاسري الذي يمثل الركيزه الاساسيه في التنشئه الاجتماعيه، وكذا تطبيع الأبناء بطبائع المجتمع المثالي مما ينعكس إيجابا في التربية الأسرية للتحلي بالأخلاق النبيلة. كما شهد الحفل مسرحية وأغاني تحكي عن احترام الأمهات والاعتناء بهن فضلا عن معاناتهن المختلفة. وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من النسوة اللائي يعملن بالجمعيات المدنية، وذلك تقديرا وعرفانا لهن في جهودهن المبذولة تجاه المجتمع بغية الارتقاء بالمرأة في الوسط الاجتماعي. مؤسسة القلب الكبير تستسلم شيكا ماليا من السفارة الصينية، وكذا منح دراسية لصالح الأطفال الضعفاء ومساعدتهم لمواصلة التعليم. تفاصيل لدى خليل حسن صالح. إن مؤسسة القلب الكبير وبناء على دورها الرائد في مساعدة المحتاجين والشرائح الضعيفة في تشاد، جعلها تخلق شراكات واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمدنية والدبلوماسية، الأمر الذي جعل السفير الصيني لدى البلاد سعادة ويجي يقف بمقر مؤسسة القلب الكبير ويقدم شيكا ماليا بقيمة 25 مليون و120 ألف فرنك سفا إلى الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا. السفير الصيني لدى البلاد ويجي أشاد بالوقوف الدائم لمؤسسة القلب الكبير مع الشرائح الضعيفة وتقديم يد العون لهم واهتمامهم بترقية التنمية الاجتماعية، وأضاف السفير أن هذه الأعمال الإنسانية تتطلب الدعم والمساندة من الجميع، والسفارة الصينية مستعدة لتقديم الدعم والوقوف الدائم مع نشاطات مؤسسة القلب الكبير. مؤسسة القلب الكبير وعلى لسان الأمينة العامة حبيبة ساولبا تثني على هذه البادرة والتي وصفتها بمنحة لتعليم أبناء الضعفاء. قدموا لنا شيكنا 25 مليون و120 ألف فرنك سيفا. الشيء ده يعني أول مرة حصل، عشان الشيك اللي كان عندنا نوزه للأطفال هنا الأسرة التعبانة، وبعدين أسرتهم ما بدروا بيساعدوهم عشان يتابوا دراساتهم كويسة، في أطفال وبعدين ما قدروا يكفوا لكل المدارس ده، وبعدين هسه قاعدين في البيت. هذه المنحة خصصتها السفارة الصينية للأطفال الضعفاء الذين لم تسعفهم الظروف لمواصلة تعليمهم وإخراج أنفسهم من دائرة الأمية. اللقاء الذي جمع بعض. في إطار التحقيقات الرابعة حول تفقد كيفية عيش الأسرة التشادية في المنازل، قامت بعثة براست آدم مسؤولة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد والتنمية، وذلك بغرض توعية سكان مدينة أمتيمان والشيوخ التقليديين ورجال الدين بأهمية التحقيقات وكيفية عيش الأسرة في المنازل، وأن هذه الحملة جاءت بتمويل من البنك الدولي بهدف تحقيق التنمية المستدامة في تشاد.
اللقاء الذي جمع بعض سكان القرى المتاخمة لمحمية زاكوما والمسؤولين الإداريين ومنظمة أفريكان بارك، وذلك للتباحث حول التحديات التي تواجه منطقة زاكوما السياحية. وعليه فقد تحدث المدير العام النائب لمشروع حماية البيئة بالمنطقة بابكر مطر بريما، الذي أكد بأن منطقة زاكوما تمتلك عدد كبير من الحيوانات الفريدة وبيئة ممتازة ينبغي المحافظة عليها من كل الأضرار، سواء من فعل الإنسان أو التغيرات المناخية. وأكد أن الحكومة التشادية وشركائها ساهموا بأكثر من 7 مليار فرنك سيفا حفاظا على البيئة والمنطقة السياحية، فيما أشاد حاكم إقليم سلامات السابق الحاج يحيى بأهمية الدور الذي تلعبه الحكومة وشركائها في مجال التنمية البيئية والسياحية في المنطقة. وناشد سكان القرى القريبة لمحمية زاكوما بضرورة مساندة الحكومة للحفاظ على البيئة. عفوا، كان ذلك تقرير الزميل عبد الله هارون حول منظمة أفريكان بارك لقاء مع سكان القرى القريبة لمحمية زاكوما. أما الآن في إطار التحقيقات الرابعة حول كيفية تفقد عيش الأسرة التشادية في المنازل، قامت بعثة براست آدم بمسؤول المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد والتنمية، وذلك بغرض توعية سكان مدينة أمتيمان. والشيوخ التقليديين ورجال الدين بأهمية التحقيقات وكيفية عيش الأسرة المدنية، وأن هذه الحملة جاءت بتمويل من البنك الدولي بهدف تحقيق الأهداف حول التنمية المستدامة في تشاد. أما الآن في إطار جهود مكافحة تهريب البشر إلى ليبيا، تمكنت قوات الأمن بإقليم البطحاء من إيقاف مجموعة ثالثة في أقل من شهر لأفراد كانوا متجهين إلى ليبيا. تم عرضهم هؤلاء الأشخاص صباح اليوم أمام الصحافة والسلطات المحلية. تقرير لدى الزميل محمد طاهر جبرين الحر. الهجرة السرية إلى ليبيا تبدو مستمرة، ومافيا التهريب بإقليم البطحاء ما زالت تنشط رغم جهود الجهات الأمنية لوضع حد لها. نحن اليوم نشهد تقديم دفعة أخرى من المسافرين، هي الثالثة في فترة زمنية أقل من شهر واحد. تم اكتشاف هؤلاء وعددهم 16 في مخبأ يستخدمونه كنقطة انطلاق في منطقة الفولة بمركز إداري الجضاعة وادي ريما. وعند سؤالنا عن أين يوجد حاليا المهربون، أجاب رئيس مركز إداري الجضاع وادي ريما موسى سربونو بالتالي: الناس دول ما انكربوا، الناس دول ما انكربوا كله، الناس دول ما بعيد، الناس دول قاعدين في بطا هني، ولا الأفاعل ما ينفع دقا يسووا. إن شاء الله نسوي جهد هنانا والسكرتيا يقوم نقرب الناس دول ونقدمون في العدالة إن شاء الله. شيخ كانتون راشد الخليل بشارة وشيخ كانتون جعتني إسماعيل اللمين أبديا أسفهما لاستمرار هذه الظاهرة. الأولاد كل الناس أطفال وماشيين بدون أرادة، أبهاتهم كل واحدين ده ما عندهم خبر، لكن مثل ما جماعة قالوا الكمسنجي الناس هذا الوتائر دول ده دل كان ما خدتين إيدنا فوقكم ده تحريب ده ما بيقف. أما شوتوا بكان واحد يعذبوكوا تدوروا نفسكم ما تلقوها، سمعتوا؟ ويبوؤوكوا ونصهم وهدين وقشوكوا ويقول لك ودوكوا صورة صورة ضد منه. عوامل مجتمعة ساهمت بشكل مباشر في استمرار الظاهرة واستفحالها حسب المندوب الإقليمي للشرطة بالبطحاء كوسو مصطفى. محافظ مقاطعة البطحاء الغربية أحمد تجاني موسى يرى أنه لا سبيل لإيقاف هذه الظاهرة ما لم يتم إيقاف المهربين ودحرهم. هذا وسيتم تحديد هويات هؤلاء الشباب ومناطقهم، ومن ثم دعوة أقاربهم لاستلامهم بعد التوقيع على تعهدات. دائما في الأقاليم، حيث قامت مؤخرا البعثة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بجولة شملت مدينة أبشة وقزبيضة وبلتن، وذلك من أجل معرفة الاحتياجات العامة للشرائح المجتمع وتوعيتهم لمستقبل أفضل. تفاصيل لدى الزميلة زينب أحمد عبد الله. تشاد التي نريدها لعام 2030 وغيرها من الرؤى المستقبلية هي كانت الغرض الأساسي لجولة البعثة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي.
التي شملت كل من مدينة بشة وقوس بيضة وبلتين، وكذا عقد لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع من أجل معرفة الحاجات العامة لهؤلاء السكان وتوعيتهم للمستقبل الذي نريد، بالإضافة إلى تسليم المستندات الخطة الوطنية للتنمية لعام 2017-2021 بحضور حكام الأقاليم الذين رافقوا هذه اللقاءات، وعبروا عن رضاهم التام لنظرة الحكومة للتنمية من الآن وحتى 2030 والتي تضامنت كل الجوانب المهمة. وقد شارك في هذه اللقاءات أصحاب الرأي من وجهاء الأقاليم، كما أن هذه الجولة قد تسهم نوعا ما في رسم مسيرة العمل للوصول إلى غاية التنمية. قدم مؤخرا حكيم إقليم لوغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين مستلزماتنا الرياضية لعدد من الأندية والمراكز الرياضية بالإقليم، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمنطقة. تفاصيل لدى عباس أبكر مصطفى. حاكم إقليم لوغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين قام بجولة إلى عدد من المراكز الرياضية والأندية بالإقليم لتقديم المستلزمات الرياضية مما يسمح لمسؤولي الفرق والأندية بتنظيم الدوريات المحلية لغرس روح التلاحم بين شباب المنطقة على حد قول حاكم الإقليم، مؤكدا بأن تقديم هذا يندرج ضمن مخرجات المنتدى الوطني الشامل للاهتمام بالشباب. حثنا الشباب بتغيير سلوكياتهم لأنهم جيل المستقبل، كما أشاد بعض المستفيدين بمبادرة حاكم الإقليم آدم نوكي شرف الدين مؤكدين استعدادهم لتطبيق سياسة الجمهورية الرابعة. من جانب آخر أبان الحاكم بأن تقديم المستلزمات الرياضية لم يتوقف بهذا فحسب، بل سيشمل كافة الأندية والفرق بالمنطقة، كما قدم لهم مظروف مالي لتشجيع مسؤولي الفرق والأندية. عودة إلى العاصمة التشادية، حيث أسدل الستار مساء أمس على فعاليات الاجتماع الإقليمي لإنشاء مشروع الحفاظ على الأنظمة البيئية والحياة البرية بحوض بحيرة تشاد، وكان ذلك بحضور الأمينة العامة النائبة لوزارة البيئة. جرت المناسبة بفندق ليدجر بلازا. تفاصيل لدى الزميل محمد حسن آدم. إن أعمال الاجتماع الإقليمي لتقديم الحصيلة الشاملة للورش الوطنية حول التفاقر لإنشاء مشروع الحفاظ على الأنظمة البيئية والحياة البرية بمنطقة حوض بحيرة تشاد بيوبالت، والتي استمرت لمدة 3 أيام على التوالي، سمحت للمشاركين مناقشة جميع القضايا المتعلقة بحماية حوض بحيرة تشاد من الاندثار، إلى جانب التحلي بالشفافية والنزاهة في تسيير وإدارة أعمال هذا المشروع الإقليمي الهام. ممثلة مكتب منظمة اليونسكو بدول غرب ووسط إفريقيا ليولان روندري شكرت الخبراء والفنيين على جهودهم المتواصلة والتي ساهمت في إنشاء هذا المشروع بغية الرد على مطالب السكان الذين يعيشون على ضفاف البحيرة، لا سيما في مجال الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الأمين العام النائب بوزارة البيئة والمياه والصيد سعدية عثمان دابا في كلمتها الختامية لأعمال هذا الاجتماع الإقليمي طلبت من الجهة المكلفة بإدارة وتسيير أعمال هذا المشروع مباشرة العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والحفاظ على الأنظمة البيئية وحماية الحياة البرية على حد سواء. هذا ونشير إلى أن فترة عمل هذا المشروع ستستمر لمدة 3 سنوات، وذلك تحت إشراف منظمة اليونسكو ولجنة حوض بحيرة تشاد CBLT. نظم صباح اليوم مكتب الدعم الصحة والبيئة التابع لوزارة الصحة العامة حملة توعوية حول الصحة الإنجاب وتعليم البنات، كان ذلك بحي أم تكون. تفاصيل هارون بادم. لم يكن من السهل محاربة العادات الضارة التي يمارسها المجتمع مثل ختان الإناث وزواج الأطفال والحمل المبكر بسبب فقدان الوعي الصحي والمجتمعي، الأمر الذي أثار قلق المنظمات الإنسانية وخاصة تلك التي تنشط في مجال الصحة البشرية وبهدف توعية السكان وخاصة النساء والفتيات حول صحة الإنجاب وتمدرس البنات. فإن مكتب دعم الصحة والبيئة باس عبر مشروع الصحة لمدينة أنجمينة نظم هذا اللقاء بخلوة عثمان بن
عفان لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، حيث تحدثت مسؤولة الخلوة زينب موسى أتيم التي شكرت المشروع لتنظيم هذه المبادرة النبيلة، وحثت التلميذات والمتدربات على متابعة المواضيع التي تناقش خلال الملتقى والاستفادة القصوى، وذلك من أجل تنظيم حياتهن الأسرية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. وأكدت أن الدين الإسلامي الحنيف يحث على نبذ كل العادات السيئة والتي تضر بصحة المرأة وطفلها. من جانبه مسؤول حارة أم تكون بالدائرة السابعة فقد أشاد هو الآخر بهذه الحملة التوعوية لصالح النساء، وجدد ترحيبه بمشروع باس، مطالبا من القائمين بهذه العملية بتنظيم حملات مماثلة بشكل مكثف. أما ممثلة مكتب دعم الصحة والبيئة باس زينب دوسة فقد حذرت النساء من العواقب الوخيمة التي ستترتب على عدم الاستشارة الطبية أثناء الحمل، مؤكدة أن نسبة النجاح في عمليات الولادة خارج المستشفى بالضئيلة جدا، كما أن ذلك يسبب في ارتفاع نسبة الوفيات أثناء الولادة. لذا شددت على ضرورة مراودة أقسام النساء والتوليد بالمراكز الصحية المتاحة واحترام إرشادات القابلات والأطباء. وتوج الحفل بإجراء ألعاب ومسابقات ركزت حول مدى استيعاب النساء المشاركات لأبرز محاور اللقاء الخاصة بصحة الإنجاب، ووزعت هدايا رمزية لبعضهن، وذلك لتشجيعهن من أجل تطبيق ما تلقوه على أرض الواقع. التدخين ضار بالصحة، وذلك وفق معلومات موثوقة من مصادر طبية. لذا قام فريق من نادي التلفزيون الوطني بإعداد هذه الورقة حول أضرار التدخين. تفاصيل أدب حنفي فاضل. إن تاريخ 31 من مايو لكل عام هو يوم عالمي أقرته منظمة الأمم المتحدة وفق تقارير أحضرتها منظمة الصحة العالمية بأن التدخين له آثار سلبية، مما تؤدي إلى أمراض خطيرة كسرطان الفم والرئة وغيره من أمراض الجهاز التنفسي. فإن ظاهرة التدخين أصبحت متفشية عند الكثير من الناس وخاصة الشباب، رغم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، بل يقول مدمني التدخين كونها مادة تعدل المزاج عند أصحاب التدخين، لكن التحذير عنها جاء مكتوبا على معلباتها، وذلك حينما صنعت ظاهرة يتخذها البعض ثقافة والآخر يراها مادة إلزامية لحياته اليومية. هذا قد أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أضرار التدخين أصبحت عصية العلاج، مما تسبب في الكثير من الوفيات. أكثر من 1,000,000 شخص يموتون سنويا بسبب التدخين، فالحذر كل الحذر من أشكال التدخين المتنوعة، فأضراره ترى بالعين الحسية لا قيل ولا قالوا فيه، دون ما أنتجه من نتائج سلبية للبشرية. أدام الله صحة الجميع، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نظمت مساء أمس سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة إفطار صائم جماعي لسكان الدائرة الخامسة لمدينة أنجمينا. تقرير حسن جد عمر. تنظيم إفطارات صائم جماعية تعد واحدة من الأهداف الرئيسية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في هذا الشهر. وإن هذه البادرة الإنسانية شملت العديد من الدول الإفريقية عبر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما أنها بادرة تتم بطريقة غير مباشرة فإنها توزع على عدة منظمات محلية، منها منظمة التنمية لمساعدة المرأة التشادية والتي تقوم بتوصيلها إلى الجهات المعنية. أشكر السفارة الإماراتية ساعدونا لاني رياليزي الهدف الهنا الافطار هنا المساكين شهر رمضان شفلان نان تسعه مساكين وعملت يعني حقوا لنا امورنا لنا ساعدوا المساكين وعملت علينا ذات نحسن منهم وهم ذات ان شاء الله يفتح. ان هذه الخطوه تكون في المقام الاول عمل انساني وتكافل اجتماعي له اثار ايجابيه في نفوس هؤلاء الصائمين تترجم المعاني الاسلاميه السمحاء في المجتمع. أطلق صباح اليوم رئيس المجلس الوطني للمبدعين والمخترعين محمد نور أبكر مشروع ريشوتو ماي، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة البطالة في البلاد. تقرير ابتسام موسى وقراءة منى حسن سكي. تخفيف البطالة وخلق فرص عمل للشباب هو ما دعا المواطن التشادي محمد نور أبكر باختراع هذه الآلة المسمى ريشوتو ماي
الذي يعد بديلا للفحم والحطب في عداد الطعام، مشروع أطلقه رسميا في العام 2009، ذلك بدعم من رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يسعى دوما إلى مكافحة البطالة في البلاد. رئيس المجلس الوطني للمبدئين والمخترعين وصاحب فكرة ريشو تومي محمد نور أبكر قال بأنه سيقوم بافتتاح مراكز أساسية لبيعه في الدوائر العشرة وبعض أقاليم البلاد. الرئيس دول بيقول إذا الشباب المقترين والمفكرين إذا خلقوا برامج ومشاريع أنا بنساعدهم، عشان مشاريع ده بتكون شركة يستقلهم هم ويستقل الأمان معهم. إن مثل هذه الأفكار التي يقوم بها بعض المواطنين تستحق الإشادة والدعم، كما إنها تدخل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تعد مشاريع قيمة يستفيد منها الكثير من المواطنين خاصة الباحثين عن العمل. لدينا مرسوم رئاسي، مرسوم رقم 1343 يقضي بتعيين سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لجمهورية تشاد لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية برلين. المادة الأولى: عينت السيدة مريم علي موسى سفيرا فوق العادة ومطلقة الصلاحية لجمهورية تشاد لدى ألمانيا الاتحادية مع إقامة ببرلين خلفا للسيد محمد سنوسي عبد الله الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية: تستفيد المعينة من جميع الحقوق المنص عليها في المرسوم رقم 570 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2012. المادة الثالثة: على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والهجرة ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل خير التنفيذ ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ويسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. توقيع إدريس ديبي إتنو. أعزائي المشاهدين، وبهذا المرسوم الرئاسي نصل وإياكم إلى نهاية نشرة السابعة، وشكرا لحسن المتابعة.